أختنا لها سؤال يبدو أنه مما يختص بتجمل النساء، تقول: هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتصليح الشعر؟ لا حرج فيه إذا كان فيه فائدة. استعمال الحنة مع صفار البيض أو غيره من الأمور المباحة لا بأس، إذا كان فيه فائدة للشعر لتطويله أو تمليسه أو غيرها من مصالحه أو بقائه وعدم سقوطه لا بأس. بارك الله فيكم.